تنفيذ لتوجيهات سيد محافظ نينوى المحترم وحرصا من مديرية الماء على إيصال الماء لكافة أنحاء المحافظة ومعالجة مناطق الشحة، باشرت الكوادر الهندسية والفنية في مديرية ماء محافظة نينوى بأعمالها في إنشاء وحدة ماء مجمعة لقريتي المخرط والشروق التعايدتين لناحية النمرود ضمن خطط الدعم الطارئ والأمن الغذائي لسنة 2022. العمل مستمر بصورة جيدة، علما أن نسبة الإنجاز بحدود 73%، والعمل مستمر وإن شاء الله سيتم إنجاز العمل قبل الموعد المحدد، ومن المؤمل إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد وقبل حلول موسم الصيف لضمان توفير الماء الصالح للشرب لجميع أنحاء محافظة نينوى.